اخوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم. كنحيي الجميع، كنحيي من المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، خاصه متتبعين قناه باشا العمراني. كنقول لكم مرحبا بكم، واحد التحيه المتتبعين الجدد كنرحب بهم وكنقول لهم مرحبا بكم القناه ديالكم. واحد التحيه اخوتي لجميع المغاربه في العالم، فين ما كان شي مغربي في اي بقعه ارضيه في العالم، كنقدم واحد التحيه ديالي بهذا المنبر، وخاصه الجاليه ديالنا اللي مقيمه في الديار الاوروبيه، وايضا بعض الدول كالدول سكاندينافيا، بريطانيا، كندا، وبعض دول امريكا الجنوبيه، وتابع الدول العربيه من بينها الجزائر، وخاصه الشعب الجزائري الاصيل الحر. وايضا اخوتي كنحيي جميع المتابعين اللي كتبوا لك التعاليم والكلام الطيب حقنا. راه دائما كنقول كنعاود لكم الكلام هذا، دائما كنعاودوا، وكيعزز اللسان كيفاش غادي نشكركم، ودائما راكم مشكورين، وراكم في القلب، وراكم غاليين وغاليين جدا عند باش العمراني. وكنشكركم، كنقول لكم شكرا لكم جميعا. اليوم اخوتي نعاود على القصه ديالنا، بحال دائما القصه عندها العلاقه بالدرايه والمشاكل والمخدرات والتفاليس وكذا، ولكن خصنا نعرفوا المنبع اللي كيجعل بنادم يفلت، يعني يخرج على راسو، يعني الممول، يعني اللي كيمول السوق يعني بالمخدرات او جميع الموبقات، يعني كيفاش كيكون بس الانسان كيتجرب كيصبح حتى هو مدمن، مدمن على اي بلية، اي حاجه مدمن عليها، مثلا اي نوع من المخدرات، كان الباستيات ولا الحشيش ولا الهروي ولا الغبره ولا الكوكايين اللي كان. المهم كتسمى الطرق التي تسبب وكتسهل تجعل الانسان مدمن على المخدرات وجميع الانواع ديالها. وحنا غندخلوا في السفر ديال القصه ديال اليوم او الحكايه ديال اليوم، ثم بحال اللي مشوش عاد تما عجبتكم عملونا ابوني وتفعلوا الاشتراك وعملوا لايك وعملوا جيم وبارطاجيو وتفرجوا القصه حتى الاخر. كنا نعاودوا القصه هذه باش نفسروا بعض الامور، ولكن غنهضروا كقصه، وهي قصه ولكن حنا غنطبقوا الامور ديالنا، ونقدموا واحد النصيحه او واحد الميساج على كيقولوا، يعني عن طريق هذه القصه هذه. وهذه القصه هذه كترجع لواحد الشخص اللي كان كيعمر في مدينه في السوق دبر، واحد السوق، والبدايه ديالو كان يعسس، كان يعسس السوق. من بعد مع تما داك السوق فاشي قهاوي تمايا، وبداو المحلات التجاريه وتعرفوا، وخاصه هاد الشركه هي الجوطيه، هي ماشي الجوطيه، هو السوق تيدي بوعبيد، ماشي الجوطيه ولكن السوق تيدي بوعبيد، لان الجوطيه هي اللي كانت باب الجامع تاع اللي طيحوا ردوا في كاسابارطا، اما ديك الشارع تسمي شارع انجلترا فقط، ديك العقبه مشروكه بين السوق برا والراس ديال ديال فوقانيه، هذا كاين شارع انجلترا والسوق تيدي بوعبيد، هذا هو المشترك، ماشي الجوطيه، يبقى الاسم كيدور هيدا والسلام. المهم هاد القائد السوق هادي ديال السوق تيدي بوعبيد، كانوا بزاف ديال الاشخاص تما كيبيعوا المخدرات منوعين، كاين اللي كيبيعوا شي الحوايج والسبردينات والكوامل، وفي نفس الوقت كيبيعوا شي الباسطيات، كيبيعوا شي الحشيش، كيبيعوا شي بزاف ديال الانواع ديال الباسطيات. وكان بعض الاماكن تما بحال مقابر، كانوا تما بعض الاشخاص كانوا معروفين وسنوات هما كيبيعوا تما الباسطيات، وكان جا مورين بلاغي ولا نقولوا حنا جا التحتانيه وكذا، ولكن حتى سيدي بوعبيد كانوا بزاف ديال الاشخاص كيبيعوا تما الباسطيات والحشيش، وخاصه واحد الشخص هو اللي شبر راس السوق، وبقى هو اللي مسيطر ومتهيمن، مهيمن على هاد المنطقة كاملة، ومشى بعيد، مشى بعيد. المهم بعد ما كان كيبيع شي الحشيش، والبداية ديالو أن كان عساس ديال السوق، كان كيجي من الحومة ديالو كيشري داك الطريف ديال الحشيش، هو بدو كان كيكمي. اليوم كيجي الطريف ديال الحشيش كيقول له يا خويا راه قسموه، من غدا بعدو جيب شي حاجة قسموها، بعدو تيقول كيدخل الشارع يجيب شي 5 غرام قسموها، جاب 10 غرام قسموها، 3 و4 هنا، وداكشي اليوم غدا تبدا كيقول عاد يجيب شي هو 4 كيلو، يعني شي 4 د الحشيش ويفتتو تما ويبيعو لراسو. كانت البداية وانطلاقة هكذا، هي هادي، بقى كيبيع داكشي ديك الحشيش، بقى الهضرة كدور وإشاعات وكدا، والهضرة من هذا لهذا، وقيقي ولاقيت وما كتعرف الأمور، حتى تشهرت الشخص هذا، بدا كيبيع الحشيش، بدا صيت عليه بزاف، كلشي مشى عند فلان كيبيع الحشيش، مشى عند فلان كيبيع الحشيش. من بعد معيبقاش يبيع الحشيش، عيدخل في العالم ديال القرقوبي، الباسطيات، بدا كيبيع الباسطيات، وبدا كيبيع الباسطيات واحد الدخله صحيحه، باش نهار واحد ممول صحيح كيمولو ودخل صحيح، تصبح هو الممول رقم واحد في طنجة كاع، نقولو حنا يعني بالنسبة للبيع والشراء بالتقسيط، أنا كنهضرش على اللي كيبيعو وشراء بالجملة هادوك بوحدهم، يعني اللي كيبيعو وشراء بالتقسيط، يعني كان السيت ديالو كلشي كيعرف، مشي عند فلان، مشي عند فلان، الحشيش والباسطيات، وخاصة الريبروم، الريبروم، ولهاديك أيا كان الريبروم كيعمل 3 دراهم الوحدة، باقي هاديك الشي رخيص، مش طالع ب 30 درهم 28 درهم، يا الريبروم.
وسبحان الله العظيم كل شيء رجع كيعمل لك الريك لهم، كل شيء كيعمل لك الريك لهم، بالصغير بالكبير بالعائلة بالعائل اللي مشي تيجي تبان مادام قرقم الريك لهم. وموجود اي جميع الاماكن اللي تباع السوق الداخل بالتياترو يعني السوق مدينه قديمه قصبه يعني فين ما مشيتي في الفندق. ولكن هذا الموقع ديال سيدي محمد كان داكشي زايد زايد بزاف، خاصه الحشيش والريبلوم، والريبلوم على الجهد كيجي كلشي شي من الباسطيات، تصبح اللي كيبيع ويشري كلشي كيعمل الباسطيات، كلشي مقرقم والحشيش في سلاسل الكيف، كلشي في الجوطيه او ديك الشارع ما كاينش اللي يدخل يبيع ويشري تما، لا ما كانش مقرقم وبالع اختار اختار ملي كتصور العقليه ديالك راه ما يبيعش يشري في الجوطيه، ما يبيعش يشري في ديك الشارع. المهم كتجبر كلشي اللي عنده الحانوت اللي ما عندوش اللي كيبيع في الزنقه واللي كيطلع ويهود والصغير والكبير واللي مريق واللي ماشي مريق كلشي مقرقم، واحد الكارثه عظمى وخاصه وخاصه في الاوائل ديال التسعينات، الاوائل ديال التسعينات يعني بين اواخر الثمانينات والاوائل ديال التسعينات كلشي مقرقم والريبلوم والحشيش فين ما مشيتي. تمشي للبيران كتبان بنادم قرق الباسطيه سريقلو وعاد كيشرب سيرفيسا وكيشرب تما التراكوش راه معروفه. تمشي اي فين ما مشي حاري ملي مشي كوسبي مشي اللي كنقولو حنايا ماروكو بالاس مشي يعني كتبيه بالاس فين ما مشيتي هاد البلايا. المهم فين ما مشيتي بنادم قرقب وكتعمل واحد الضجه كبيره هاد الريبلو هادو كنعمل واحد الضجه وكلشي كيبلع فيهم، كلشي كيبلع فيهم. ولكن اللي كان مشهور في البيع ما كانش على الاماكن الحبوب هادي ملي ما كان هذاك صورات فين ما مشيتي مصلى. ولكن مع الشخص هذا كان شابر السوق بزاف، عنده واحد الممول معروف صحيح كيجيب لك شي بالاطنان، هذا الممول كان عنده واحد الموتور كبير وكان من عصابه كبيره جد اجراميه كتهضر القرقوي الباسطيات بجميع الانواع ديالو، وعنده شي عصابه كبيره اللي كيجيب اللي كيمشيو يجيبوهم من سبته اللي كيطلع من وجده من سوق الفلاح اللي كيدخل حتى الجزائر كيجيبوهم، كل واحد كيمشي اللي كيجي من طريق اوروبا يعني. وعاد بعد منه ما كان كيخرج يعني يعني كنقولوا حنايا من السبيطار ديال بني مكاده ديال امراض العقليه تم تما كنخرجوا الباسطيات، حنا نقولوا الحقيقه راه كنكذبوا حتى بعض الموظفين اللي كانوا خدامين تما اللي كانوا كيسرقوا الباسطيات وكيمشيو يبيعوا بهذا المروج ديال الباسطيات ديال القرقوبي وكيخلوا المرضى الامراض العقليه مساكن بلا دواء، ما عندهمش الدواء مساكن مره وقطايه واللي هضر الهراوه وموديتين وهادشي اللي كان كيعطيوه، اما الباسطيات الدواء ديالهم كامل كيخرج على برا كيتباع نسحب المروجين القرقوي وعطو المدمنين، هادشي اللي كان هادشي اللي كان واقع، كان واحد الضجة واحد العيلالة واحد الصداع واحد الهرج كبير كان على الباسطيات هادو خاصة كنقول لك الريبلوم. ومع منهم كان عاوتاني كان الأرطان والريموترين كانوا هادو يعني هاد الريموترين والأرطان هما ديال الأمراض العقلية بزاف كيعطوهم من الأمراض العقلية المستشفيات وكانوا تاهما كيخرجوا كيتباعو على برا، وزد عليهم الفاليوم وزد عليهم تا، ولكن اللي كان بنادم كيعملو بزاف هما الريبلوم، الريبلوم كانوا على الجود. أنا كنت كنشوف بعض الأشخاص كانوا يجيو للجوطية كيجيب عليك شي حاجه لانه مدمن، وكتبان الشخص هذا العائله كدا معرفش شنو وهذا خسر مخدم خاير عرفتو بحال واحد الشخص عرفتو مخدم في اوتيل خمس نجوم ضخم عرفتو كيربح فلوس، ولكن ملي طبي بالريبلوم وكيبلع بزاف اقسم بالله كيبلع اربعة ثلاثة بواطات في النهار، شحال بواطة فيها؟ بواطة فيها 20 طفطية كل بسطة فيها 10، كيبلع 60 50 طفطية في النهار ماشي ماشي كيشري ويبلع ماشي اللي ما شافش العينين ديالنا، ماشي نادم قالنا او حنا كنبرعوا او لا شي حاجه، راه نادم كيبلع مصيبه مصيبه. لان علاش هذا الادمان؟ شنو المشكل ديال الادمان؟ المشكل ديال الادمان جميع الانواع ديال المخدرات، واخا الهيروين واخا الكوكايين واخا الباسطيات ولا الحشيش اللي قلتي في الاول كتبدا واحد الكميه يعني الباسطيات اليوم كيبدا ياخر اول مره يعمل هربيه هربه الباسطيه، غدا عمل نصيص بيعدو وحده بيعدو خصو يعمل جوج مره اخرى خصو ثلاثه، ديما خصو يزيد يعني اللي عندك نفس المقدار راه ما كيعمل له والو خصو يزيد، حتى كيبان اخر كيعمل مشطه بواطات جوج بواطات لا كيعملوا له والو، هو كيقول ما كيعملوا له والو، ولكن هو في الدم ديالو في الطبيعه والدهن ديالو راه مرفوع مره راه مسموم مره ما تقولش ما عامل والو، لان علاش هو ما كيفطنش لان الكميه ديال اليوم وتغدا وعندو خصو دائما يزيد، صافي الكوكايت صافي الهيروين دابا اخر كيمشي يعمل واحد البورصه اليوم ما راه خصو جوج بورصات ما تقدو شي وحده او ثلاثه واربعه وماشي حتى كيبقى عنده سته سبعه عشره بورصه في النهار. صحابي كيقليو الهيروين كتجبر عنده 10 12 بورصه في النهار باش يلا كيتحرك هذا كيزيد، والحب بازي كذلك كي بازي اليوم غدا خصو جوج ثلاثه اربعه حتى كيبقى كل ربع ساعه خصو يبازي، كل ربع ساعه خصو يبازي كيبقى هايدك، ولا كان عنده شي معمر والفلوس موجوده ما كيموتش من بلاصتو، كيموتش من بلاصتو هو كيبازي تما حتى كيطيح مره الداعين او كينوض عاود نفس المنظر كان يجي معمر وكيجي برامبوز كيتسخروا وكلشي، هادشي واقع ماشي كنقولو بديتي راسي راه شي واقع هو هذا.
اكثر الطاسه ديال الريبلو من هذا اللي كنبيع منهم. اما اليوم واحده غدا من 10 عمان وهي ماشيه صافي الصباح من هذا كنت كندي عيني على داك السوق برا بن سابرجين. نقول لك بن سابرجين اللي كانوا عايشين في داك السوق، الناس ديال السوق برا باش عندها عائلات ولا كذا، على بنادم اللي كان كيعمر السوق برا والسوق الداخل والمدينه وبوليفار وهادي والاماكن كلشي كتجر مقرقب جميع البشر جميع الناس من هذا اللي هو محترم عائله وكيقول لك قارقب بسطيس. علاش كان فيها تبريد ممكن كيعمل واحد المنظر ومن هذا اللي كيقول له عقلو راه داكشي مزيان، هي كيعمل ديك الحبه مثلا كتدل للحشومه كيرجع للعيم كيرجع للدار. سبحان الله العظيم يا خويا كيزرع، يعني حنا نقولوا كيزرع ما كيزرع يعني ما كيبلع الطاسطيه، اللي كيبلع الطاسطيه كيرجع علامه كيرجع دكتور شي كلام ما تصورش ملي كيجي هذيك الكلام كيفاش كيهضر والزعامه وكيدبر الفلوس وكذا. ولكن ملي كيتسيب لها كيدخل في هذاك الشيء هذاك وكتبقى الهيكل يعني الداس ديالو كتبقى كضعف كضعف كيرجع ضعيف. الانسان الطاسطيه هو ما كيفطنش ولكن مع المده هو كيضعف وكيضعف تيبقى ما كياكل ما كيشرب حتى شي حاجه وضعيف ومبلي طوب ما كيعرف حتى شي حاجه. والاكثر البشر اللي كنعرفهم حمقوا كاع حمقوا يعني تما في الظروف الصدمات حتى هي حتى حمقوا هاد الباسطيات هادو كانت واحد الضجه كبيره. والشخص هذا كان شاور السوق ديال الوسطى كلشي كيجري وعاد ما بقاش يهيبنا في طنجه، بقى كيجيو الكليانات من بزاف ديال المدن تيطوان من العرايش من حسن الدار البيضاء بدا كيجي من هاد التوق من هنا ومن الرباط ومن القصر الكبير ويعني جميع بعض المدن كيجيو هنا وقنيطره كيتسوقوا نادم بزنازه ولا كيوجدوا المخدر كيجيو هنا يشري ويطلع عليه هذيك المدينه. واكثر اللي يجيو عند الخانة هذا من وجدة كيعاد منهم كيجيو تنا هنايا كل واحد وكيفاش. واخا واحد يقول لي مثلا وجدة لا فيها المخدر فيها الباسيت كيسمع دوك السخر في الله والجزائر وهذه، ولكن كاين اللي ما كيعرفش كيجي طاجي يدي داك الشيء من هنايا وجدة يشري من هنا كيجيو من عنده كيشرو الباسيت وكيديوه. بزاف ديال الامور علاش كل واحد والطبيعة ديالو وداك الشيء اللي كيرسم في حياته هو. مثلا واحد الشخص كان كيجي نتيلي وعبيد لواحد القهوة عاد كيجي القهوة كان كيجيب الحليب خدام فشي عزيم ربما العزيم واقيلا الوالدين ديالو ولا خدام ولا هادي عند واحد الفرغونيطا كيجي هاد القهوة هادي كيجيب ليه الحليب كيفرق الحليب ديال العزيم يعني ديال البقا اللي كتسحلها في الصباح كيفرقو القهوة كيجي هنا طنجة كيفرقو. وربما مشي خارج في بادية أنا مخرجة طنجة عمري واقيلا الفحص ربما الكوارات ولا عند ليا ولا ربما المواطن هايدا اللي كنقول واحد الخرجة طنجة ولا بكدور المهم هي تجي هايدا ولا ربعة عياشة المهم ما نعرف المهم شي حاجه هنا قريبه خرجت طنجه كيجي شي روه تما يعني هو مكلم عند واحد الفرغونيطا كيجيب الحليب كيفرقوا في القهاوي واحد القهوه تاعي في اليوم كيجيب لي الحليب وكان كيريح في القهوه اللي كي فيها الخانه اللي كيبيع الباسطيات والعشيش كيريح تما حتى هو كيجي تما بدا كيشري شي طير ديال الحشاوي تكياف بدا كيريح كيجي تما يا بلاتي كيجيب الحليب كيبقى مريح تما بدا هو كيتقرقب بدا حتى هو كيتكيف الحشيش بدا حتى هو كذا. من بعد دارت الايام ما بقاش كيجيب الحليب وقف ديك الفروة ديال الحليب مباشرة جبر الله رجع تاكسيستا رجع شوفير تاكسي كبير رجع تاكسي ورجع خدام معاه بزناز هذا اللي كيبيع الباسطيات والعشيش في سيدي بوعبيد رجع خدام معاه صافي مكيعندو حتى شي حاجة. هادوك الطوموبيل هاهي فينيا يوصلو يدي من هنايا جي من هنايا دي هاد السخرة جيب هاد السخرة هو باللي يالا نتغداو مع شقار يالا نتعشاو في مرابطة يالا نقصرو في كوسبيل يالا كدا هادي فهمتيني هادشي اللي مقابل جامع وكيدبر عنده الحق مثلا يبقى نهار كامل هو الطونوبيله يركب يدير بلايص من هنا ومن هنا تعدي 100 درهم ليه 100 درهم الباترون تدي 200 درهم للباترون وكيديها 300 400 500 درهم في النهار كيدبر وربما شي ايام تختار. علاش صافي بقى نقابل هذا الشخص هذا في حاليه ديال اليمنى ديالو فين مشى هو معاه سهله بالحليب سهله بالتاكسي سهله بكلشي. ديك التاكسي اللي عاود التاكسي اللي كان عنده مقابل هنا البزنس هذا فين مشى هو معاه. من بعد شني عاد وقع وكنقول لك شابر السوق دو الصاع ماشي يعني من طنجه كلشي كيجري الباسطيات اللي كيشري بالجمله من عنده اللي كيجري بالفرادي اللي كيبلع وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه كيشري من عنده اللي بغى بواطا جوج ثلاثه 10 20 100 اللي بغيتي وعاد عنده الممول اللي كيمولو صحيح كيجيب له واحد القرار واحد الموتور كبير معروف بلا ما نسمى بنيما كذا كيجيب له يقول لك عنده واحد اكثر واحد الاصابه جد اجراميه في المخدرات كيجيب له هادشي هذا هاد الشخص هذا راه خطير وخطير جدا. المهم حنا ماشي كنهضروش عليه كنهضرو على دلت الشخص اللي كان في سيدي وعبيد. المهم شنو غادي يوقع له عاد جي واحد السيده والدار البيضاء تان عنده كخسر باسطيات جابها شي واحد دات باسطيات كميه كبيره ديال الباسطيات دار ريبلوم داتهم كازا كتبيع تشري فيهم كسروجهم تما. المهم داتهم باعت كدا عاود جات مره اخرى دات باسطيات
عاود جات مرة أخرى الدات باس ديت كادينة كبيرة كتدي كليانة، رجعت كليانة توصل صحيحة وكدي كدي وكتمول كاع هي كتمول، عاود بعض الأزقة وبعض الحوت تما في الدار البيضاء وهادي. المهم تتعرف حتى رجال السلطة الدار الملكي أولا هادي كيشوفو بنادم طالع أو مثلا في الكارة ولا في الطوموبيل ولا ماشي كيردو البال هادي طالعة هو هدا شني كاين تما شني كدا ما كيحاولش يس عليها هاكداك تعرف أوفر هداك الشغل ديالهم شنو بس كتعمل هي. هاد التاكسيستا هادا هاد التاكسيستا لي كون كان كيجي من حليب رجع التاكسيستا رجع كيخدم تا معاها لأن هاديك بزناب لي كيسردو معاها بحال بعدا لقاتينا طالعة في الكرعة ويوصلك يوصلك بحال شي تاكسي كورسا تاكسي كورسا وكدا وهادو الأمور مشي راكبة معاه بيه خير كدا هو صافي شنو كيعمل هو. هو كان كيركبها وكيهاون المحطة وكيدبر شي ثلاثة د الناس لي طالعين كازا كي المطعم كي راه كيطلع تما الناس طالعين كازا كيدبر جوج د الناس ولا ثلاثة كيطلعو طالعين كازا الطلوب طالع عندي واحد الكورسا كدا خاوي خاوي يلاه طلعو يعني واحد النقطة مثلا 100 درهم ياخر كيف راه طلع في التاكسي 100 درهم في التاكسي بتاع كازا كيزعم وكيركب يعني يمشي بحال يمشي مثلا في التران ولا عادي يمشي مثلا في الستيام ولا هادي يعني كتعرف التاكسي 100 درهم كيمشي غير بعد جوج د الناس ثلاثة د الناس كيركبو صافي مع هاديك البزنازة لي معاه باش كيشبر باش كيعمر التاكسي فقط وكيشبر الطريق واش كيوصل هادوك تانكازو كيوصل حتى ديك السيده ديك البزنازيه اللي لازم كازا شرط التيار باسيات كيوصلها حتى المقطع ديالها في كازا باش ما كيخليش غير هي راكبه معاه كيخلط نادم انت كتعرف الامور باش كيوصل تما عاوتاني هادي ديالي هادي ديالك دا كتهلا فيها كيبقى تما ديك نهار يومين معاهم تما كاع كيجي بحالو دنيا هانيه الدنيا هانيه ولكن كيفاش كان كيطلع ديك الباسيات كيفاش كان كيطلع الباسيات هاديك الباسيات فاش كيطلعهم فواحد الرويضه ديال السكر الرويضه ديال السكر وحنا السكر كيف تحايد داك ينفسها في داك عمرو باسيت من داخل وكيرجعو كيبس لا فطور ان كفره يعني بحال رويده السكر نزلات تما الدنيا هذه عادي ماشي مع فرض لاجي تبدل هادشي اللي كان كيعمل. ولكن واحد المره كاين بنادم كيفلد ولا مدة عاد تجيبك تجيب الامور ديال التخربيق ولا الامور ديال التبزنيت ولا العالم ديال المخدرات راه عاد تجيبك تجيبك عادي والروح عاوتاني كدير الروح كتصفضح كتصفضح هادشي عادي لان الاجرام الطريق ديالو محدوده ما يكذب عليك حتى شي واحد العالم ديال الاجرام دابا بقى ماشي ماشي من الطريق واخا تكون طويله ديك الطريق عندك ما تجبر الحيط داو دا ما تجبر الحيط خاطر هي تطول في الطريق مي اخر النهايه عاد تجبر الحيط هادشي اللي كيوقع في العالم الاجرام وشوفوا انتم الناس اللي عاشوا الاجرام بصح في قبيل والاباطير والناس اللي كانوا كبار بصح دوليين في العالم بحال باو سكوبار بحال فين هما كيفاش كانوا عايشين هادو اخر النهايه يجبر الصور ما عندك ما تعمل وهنا كذلك الاباطيط المخدر تبص عليك كانوا ناعوا في الشمال الواله ولا فين هما هذا الحد واخا كيما ماشي بعد كيفرطوا في كيفرطوا ما تفرح لهم شي عاوتاني عاد تاخروا تاخروا مع داك الحد شحال ما بقاو. المهم هذا الشخص هذا هذا مول الحليب اللي كان كيبيع الحليب كيطلع مع العائله هذه الدار البيضاء كيوصلها كدا هذه قلت لكم واحد المره في الطريق تهضر ليا عاوتاني في الداخله واقيلا مفاتو قصار ولا فاتو شي قصار المهم تاخذ العرايش ماشيين. المهم فوت شي جدارمية كدا واحد جدارمي واحد جدارمي سبحان الله العظيم واحد جدارمي يعني رجل الدار الملكي طنجاوي وكان سبحان الله العظيم عاد طريف في السيرفيس ديالو عاد بدا في السيرفيس عاد بدا في السيرفيس وكان في القيادة ديال العرايش يعني عاد بدا في السيرفيس سبحان الله العظيم باقي طريف وكان خرج هنا تاهو للطريق مشى ربعة بيه في الجيبة تما ديال الجدارمية ودوك الطروبير كيزا وهو عاوتاني هاد العيلة هادا قبل ما يرجع زدرني كان تاهو الدر ديال يعني المدينة قديمة معروف أنا بديك نعرف هاد العيلة هادا وكتعرف بنادم كيعرف بنادم الحشيش كيعرف باسطيات كيعرف كلشي تاهو أنا عارف تاهو طنجاوي ماشي شي حاجة بدا وكيعرف هاد الشخص هادا وكيعرف يبيع عباي كيعرف داك الشخص لي تما وسمح له ربما راه تاهو بلاع عادي قبل ما يرجع زدرني تاهو بلاع تاهو كما تاهو كلشي هادشي عادي هادشي كان نتكلم عليه عادي. ها الشخص هدا هي شاف يا خور عاوتاني عرف يا خور كيعمر معايا خور كدا هادي ما مشيتش كيلقى كيفاش هدا طالع كدا هادي معرفش شني الفتاش كدا فتشو معرفش شني شني عندك اللي عندك وربما فحالي كان شاف ديك العايلة ولا ما نعرفش حاجة تما وقع بعد بصح التفتيش بصح دقيق جدا فتشو ديك الطوموبيل جبد اللي عندو كيهدو كدا والو غادي فتشو وسبحان الله العظيم تتعرف كيفاش تنبه ديك الرويدة هزا ديك يعملها هو يعرف أن الرويدة فيها شي حاجة قطعوا ديك الرويده كجر عامره باستي سبحان الله العظيم. دابا العيله الطنجاوي عاد بدا في السيرفيس ديال الدار الملكي وسبحان الله العظيم توكر له الزهر دبر يعني هاد الامور اللي وقع وهاد الجريمه هاد ما جريمه وتوصل الى وجبه الباستيات يعني زاد في الكراو زاد ان طوا زاد في الرتبه سبحان الله العظيم. وخا كانت هي البدايه كانت البدايه
يعني ناجحه سبحان الله العظيم. وتلقى القبض على هذا الشخص هذا، هذه قال الناس اللي كانوا تمشي جوج الناس يعني راه كبير، حنا قال لك اسيدي حنا جانا المحطه كيركب كازا كازا، ركبنا معاه حنا ما كنعرفوه ما حتى شي حاجه، حنا ركبنا معاه ومشى نديرو التاكسي وديكلارا وجينا الطريق انا عاديا كاين حتى شي حاجه يا خرا في الدخل سيدك. ها هي مولاتو ما كاين لا مولاتو ولا والو، ما فين جوج في الطوموبيل يعني انت اللي كتحمل المسؤوليه ديالك والشوفير يعني في الرويده. هذيك بدا انا كرهت انا ما كنعرفوش انا انا غير كنت معاه في حد المحطه وكدا وما عارفش شنو يعني المخزن شنو غادي يعمل مثلا عادي شو من يهمو الامر يعني جبروا لك انت في الطوموبيل ديالك في الرويده ديالك السيده ما جبروا عندها والو. الناس اللي عندهم ما عندهم حتى شي حاجه مشاو قدام الاقوال ديالهم الاخر خوهم صافي وياخر طرحوا على الدواء صافي الدواء صافي هي هذيك بروبها هو ما تعرفش شحال كميه كبيره ديال التصديات عاد في الرويده ديال السكر يعني في الطوموبيل ديالك ما عندك ما تنكروا حتى شي حاجه انت اللي كتحمل المسؤوليه انت اللي كتحمل المسؤوليه والامور صافي صافي بحال ما كاين صافي الدواء الدواء قدموا العداله هذيك ما كاينش الدواء الحبس. ولكن ديك العائله هذيك العائله راه مشيت صافي راه تقول مشي مسلامه مسام الله يهنيك مسلامه الله يهنيك ولكن انما عينيك عليها راه حراسه عليها ولان الدوله الاقوال ديالها والاسم الاسم ديالها وفي نيه فين كتسكن ولا هادي وعطاو الدور عاوتاني كازا وكلشي يعني يعملوا مراقبه على العائله هادي باش يعرفوا شي حاجه هكذا عليها يعني باش يحسوا. وهي في كازا تما كتخربا غير معروفه في كازا كتخربا بداو كتموت هي البسطيات تما وهادي. المهم قرقوها بكاسة عاوتاني شبروها داوها للكوميسارية شافوا معاها معنا شبروك الجدرمية أمور كدا قلنا وكيفاش وهادي لا أنا مشيت مسلامة مسلامة راه كاشي لا فهمتيني والأمور شني كاين لا تخدم معنا حنا غنتعاملو معاك غتهضر معنا غتقولنا من مين كتجيب الباسطيات من طنجة حنا عارفين كلشي فهمتيني مع هاديك الشخص عاوتاني مول الحليب عاوتاني عاوتاني كانوا عند الجدرمية عاوتاني عاو كانوا بحثو معاها بالصح تعاون معنا تعاون ديما تعاون معنا تعاون معاك عاود دوم منو شي تفاصيل بان واحد خانا في طنجه هو اللي كيمول وهو كدا هو هادي وهادي كتشري من عنده وانا مزرف انا عطاوني باش نركب المصلاه وهادي والطمع والامور والبكا والشكات ما كتعرف الامور ما فين ولكن والو مع ذلك تقدم العداله طلعوا الحبس والدوله الاقوال انا كاين خانا في طنجه مطاح لها فلاني هو اللي كيمول هاد العائله هادي وكدا وهادي وديك العائله اللي نقول لكم معاها في كازا بوليا واقول شو تعاون معنا تعاون معاك خصك تعاون معنا باش حنا نتعاونوا معاك كيفاش خصك تقول لنا الشخص اللي في طنجه اللي كتبيع من عنده فين هو وفين هو وفين كيفاش عامل وغتخدم معنا عاد تمشي لعنده عاد تمشي لعنده وغتطلب منه شي كميه كبيره بحال اللي كتشري من عنده بحال اللي كتشري من عنده لازم لان ما خصهمش يجبروه بالفخ المهم زيروها وحنا ما نعملوا معاه ما حتى شي حاجه حنا تينا ما عندك حتى حاجه ما جبرنا عندك والو كتعاون معنا ولكن عارف الناس كتعرف الامور ما باش ندخل الامور ديال البوليس وهذه المهم الروايه كامله جابوا العائله من طنجه من هنايا وجات عند هذا الشخص هذا قالت عنده بحال دائما جات من عنده فلان لاباس بخير قال لي خاطر خصك تدي لي واحد الكميه ما تعرفش شحال التصديق قده وقده فهمتيني طلبت له واحد الكميه كبيره لان انا مشيت لي انا صحيح دابا في كازا وكذا وقال لها فلان فين وقت وفلان راه تما خليته تما مع شي عائله ديالي كذا هادي صار طلع وكذا وهادي وما عرفش شنو وكذا وهادي وعجبته الدنيا تما وكذا وجبات الضخامات وهادي دابا هو تما دابا يجي مع ديك الايام ما كانش التليفون باش عيط له ولا عيط له لا التليفون ولا والو. المهم داكشي اللي كاين ما تقولوش وراه في الحال مشبار ولا خلاتو هيداك قلت له حقا راه بقى في كازا تما ماشي كدا وهادي والنشاط والزهوق حتى كتعرف الامور دوخاتو بحال هكا ودابا عندنا اللي هنا وكنجري اللي كان خصك ضروري خصك توجد واحد الكميه كدا وديال الفلوس فين هما وجدوا لي انا عرفت نجيب السكر من هنايا وكدا وهادي هو على النيه ديالو داكشي كامل عاوتاني الو ماشي الو يعني كاين شي تيليفون ديك الساعه المهم هو ناض كيجري عاوتاني عنده الامور ديالو تمايا شري هادي جيب هادي اعمل هادي جمع من هنا ومع هو كان عنده شي حوالي تما صغار يشراهم مستوفي من هنايا مخبين هنايا وهنا وجمع والو داكشي ماجيني عمر عد الامور ديالو جمع كميه كبيره اللي كخصها وكتخصها حتى الحشيش وخصها ما عرف شنو كدا صافي هي انا عادي نجي الساعه اللي قالت هي عادي تجي والحب الله راه كانوا معاها كيدورو تما عامل الامور ديالهم الساعه اللي صافي ها هي جات فين هو ومقرقوا عليه مباشره متلبس بالبروف بالبسطيات بالحشيش بالبسطيات بالجميع يعني بكميه كبيره وما تعرفش شحال من نوع ديال البسطيات خلط تما وها هي فين هي ما عندك فين الضو وعاد يعني وعاد البوليس ديال كازا والبوليس ديال هنايا وعاد اللورد نخافي مسات الجدرميه وداكشي كبير فهمتيني قرقوا عليه متلبس داوه صافي داوهم هذاكشي اللي كاين هو عاود بحث معاه وهادي والامور هما كخصهم عاوتاني يجيب الممول الكبير كاين ممول كيمول بالجمله وشكون ولكن ما يقدرش يجيب الممول لا ما يقدرش الممول صعيب عليه بزاف الممول اللي هما كدا واللي كيجيبو البسطيات من سته وعلى برا ومن الجزائر ومن ما يقدرش يجبدو لا ما يقدرش يجبدو. المهم
قاسم ما طالع عاود المحكمه روينا وهادي حكموا على 10 سنين الحبس والدولو اللي الدولو. وعاد نفس الوقت نفس الوقت كان بريب الكوكاي تا هو كينفاع وجاتو الصدمه يعني من واش عيط تبار والشمتا روينا وكان مرض في الحاد وحاجه قال على روينا وشي حوينتات كانوا في الاسم تخاخ بقاو تما هنايا في السوق وخا هو اللي بقى مقابل له ديك الحوانات ولكن ملي خرج من الحبس تخا تفخا كاع ما عرفو زعما هنا الرفايده ما شافش سابقا ديك هو اللي حرر ديك الحوانات واللي بقى مقابلهم بقى معمرهم وملي خرج تخا تفخا خلا حكي فارس الزنقه كاع حتى انا الحقيقه كنعاود انا ما عنديش نخاف شي واحد هذا راهي واقع حنا كنقولوا الواقع ما كنتشفاو بعاد ما كنلوموا حال كنعاودوا القصه كيفاش عامله يعني الطريق ديال المخدرات الطريق ديال الاجرام دائما مظلمه دائما مسلسه دائما كتصفي انا قلت لكم شحال ما طال ديك الطريق غتصفي من الحد صافي ما كاين حتى شي حاجه طلعوا واحد 10 سنين من الحبس 10 سنين من الحبس وبقى ديك السوق عاوتاني تمايا واحد صاحبو عاوتاني كان كيعمر معاه وكان فرع واحد صاحبو كان كيبيع الحوت كان كيجي تاوي الرياح تما هذيك الواحد ديال بحال مول الحليب ديك مول الحليب انا قلت لك مول الحليب كيفرق الحليب من بعد من التكسير تاع خدامين هذا عاوتاني كان بلاصه ديال الحوت كيجي الرياح تما يشد تريد الحشيش كيف معاه تقهوه كدا بدا كيجيب الحوت اشوي تما قلي تما طوجين تما بقى تاو كيريح تما بقى تا هو رجع صاحبو كيمشي تما الحفاري معاه هذه تا صدق تا هو كيسمح في ديك الحوت عاوتاني بقى في ديك السوق تا هو مفرعن تا هو كيفتح يدو تا هو ما كانوش عنده الشلاغم مكبر الشلاغم تا هو بدا كيعمل خنزوره ودا هادي وكيدخل في اوري ماشي ديالو ملي طلع هذا الحبس ملي طلع هذا الشخص هذا الحبس بغا يشبر هو ديك السوق بغا يشبر ديك السوق عاوتاني يبيع شريك دا ويكمل المسيره ويدافع على صاحبو زعما صاحبو وصاحبو كيقول له كدا زعما كيوري له كيف استعمال وكدا وهادي كيطلع يطلع عليه بالحب كيقول له بدي مشي عند فلان يعطيك الفلوس كنسال فلان يعطيك كدا وهادي وشبر له بدا كيمول زعما ديك السوق باش يكمل المسيره ديال التبزنيز مثلا عفوا يبيع شي هو باسطيات بدا كيبيع شي باسطيات تما بدا كيمشي للبانطوس كيبيع الحشيش معاه تما بدا كيبغي يتسيطر بدا كيكبر كرشو على صاحبو اللي طلع الحبس 10 سنين الحبس بقى كيبين له بقى كيشكليه كيعمل معاهم تلاقاو في مطار اخر يبيعوا شي تما الجهه ديالو اللي هي ما عرفش ني وفي نفس الوقت هما بداو كيجيو عنده شي شي عائلات من كارسا مخصوص باسطيات بداو شي بعضين عاوتاني من تيتوات مخصوص باسطيات كيعمل معاهم ما تجيوش عندي هنا السوق تلاقاو شي مطار اخر المهم بقى زيدك عاوتا هو عاوتاني حتى تقلب على صاحبو بقى كيعرف صاحبو بالحبس بقى كيدير صاحبو بالحبس صافي عمل الامور ديالو بوحديتو من الباركي ديالو بوحديتو كيتلاقى بمطعي اخر بقى شي كيخوى داك السوق دبر هذيك الكليان خوى السوق ودا ديك الكليان كيتلقى كيبيع معاهم كيبيع جريف باسطيات والحشيش في كلشي ولكن مطعي اخر خوى داك السوق يعني ماشي منو وانا ساليت وانا كدا ودا كيتعاطى بوحديتو الامور وبقى تا هو عاوتاني نفس المنظر واخا خان صاحبو وكدا الامور تا هو جات فيه هو بيدو على واحد كامير التصنيف عامل شي دراري باقي صغارين غير مراهقين من تيتوان جاو من تيتوان شرا شي باسطيات من عندو ملي كانوا طالعين تيتوان تشبروا ديك الباسطيات تشبروا ديك الباسطيات عاوتاني جاوزو في كوميساريه دروينا هادي البحث من عند من من عند من المهم الامور باقا يعني ما كان عليني قالوا يا بديش معني فلان واحد قانا كيفاش كيفاش صافي صافي خلاوهم هيداك عاوتاني بداوهم عاوتاني خلاوهم بيتين عندهم كوميساريه لا غدا عاوتاني بحال عاد شي بحال اللي عملوا صاحبو سبحان الله العظيم خان صاحبو غيقولوا بحال صاحبو نفس المنظر يا ودك تيتوانيين عاود خصهم السلعه كدا هادي عاود قدام شحال عام يجيو السلعه الباسطيات فلوسها وما عاود قرقوا عليهم متلبس عاود الباسطيات عاوتاني عاود دير تيتوانيين داو تاو الحبس عاود بغا يلعب على صاحبو زاد تاو طاح في الشبكه حيت كنقول لكم انا الطريق ديال هادشي هادي ديال التبزنيز وهادشي ديال المخدرات اخوتي والله ما كيصلح اقسم بالله ما كيصلح وخا يكون فيها شكايه ديال الفلوس غاتعيش بالفلوس بصح في البدايه تعمل فلوس وتعمل عاد تبقى تنفخ وخا بنادم يخاف منك وكدا وهادي وكاع تبقى تحكم كاع تصحاب الحق يعملوا معاك تقول صافي راه ملكتيهم راه تحكمتي فيهم ويقول لك اخر انت روندوش ني وكدا وهادي وعاد تبقى تفهم وعاد تبقى تجبى وعاد اخر مطاف اخر مطاف ما كاين حتى شي حاجه اخر مطاف نهار اللي عاد يعيو منك عاد يجمعوك ويطرحوك يديوك يقليوك في الحباسات فقط عاد تبقى صافي حياتك كامله حباسات غيمشي كلشي غيمشي كلشي بحال هاد الشخص هذا طلعوا 10 سنين من الحبس دخل مصدوم قدام اللي خرج من الحبس خرج ساكت ما كيهضر ما كيتكلم مبكم ها هو كيجي كيشوف على بالي بكوكاي كينفع وما كيهضر ما كيتكلم وجا والله شي حويتات انا نقول لكم واخا هو اللي فكم له وبقى مخبع فيه وكيعمرو معايا بشي كرام جايبه بشي كدا هو في ناس كدا ومع ذلك ما الحمد لله ثاني دابا عاد تبيعو شي شي الحلال ما بيعش الحلال شحال هادي شحال هادي كنبيع شي الحلال وتعيش مضخم زعما الحلال ما فيهش الفلوس فين الفلوس ولكن الانسان كيطغى كيطغى وكيطمع كتبرنا بعد من عندهم كتجبرو ما عنده حتى شي حاجه حتى حاجه كعرف الدراري هذا بوري ما عنده والو دبر شي 100 شي 10 دراهم ديك الوقت هذيك مثلا
شرب باكية كارو ماربورو اللي كان ديك الساعه هذيك، شرب باكية كارو باعها بالسوخه، باعها مشى شرب باكية اخرى او باعها مشى شرا جوج باكيات، اما الكرتونه كيبيع فيها كارو وبيع اليوم حتى دا كيبيع كارتوشات وكارتوشات، دا كي زعما كيسر دا كيدخل 100 درهم درباع 200 درهم درباع في النهار، ما كيبقاش شي هذاك درويش ماشي من الصبح او لا صافي دا كيدخل 200 درهم، عمل سبردينا عمل السلسله خايد الزنك فرانكو عمل خاتمه داك يخان زير داك يخسر على الهضره داك كدا عاد داك يدخل 500 درهم درباع في هذه بداك تا هو كيخصو ينزل قرعه تما داك يفروي راسو داك يدير داك يسحاب داك يزب ما كيبقاش من هذا الصور كيتبدل حتى كيجي في راسو حتى كيجي في راسو عدد منهم عدد منهم سبحان الله العظيم ما كيمشيش من هذا يضرب الطم والدرويش وكدا وحويطه حويطه ويجمع ماشي بركه ويحيد لا كيخصو يبيع كيخصو دائما يتجبر ويمير راسو على راه شكون هو وكدا هذه حتى كيجي في راسو داك يبغى هذا كيوقع في البزنس هذا كيطغوا الطغيان كاين بزنس كبار يعني كعرف بزنس كبار يتوسع اباطيه ديال المخدرات كانوا كينزلوا 3 4 5 مليون في الطاوله الطاوله فيها 3 4 حتى 5 مليون ديال الماكله الاطعمه بجميع الانواع ديالها هي كيبقاو هنا نقب هنا نقب هنا كيعملوا لي حرايده كيسيبوها كيسيبوها فهمتيني والبوبري على يديها حتى يضربوها منو يديها ولاد الاخر بقى كيسعاو درهم في الزنقه وشكون عطيه لهم حنا هو القرب انت اللي كيتغاو ولا هذيك كيجيبها في راسو ما كاينش حنا اللي كيعيش درويش انا ما نقولش ما تعمدهم بالحرام ولا هادي انا كنهضر على بنادم كامل اي انسان اي انسان فهمتيني اي انسان عايش في الحلال عايش في الامور ديالو مزيانه والامور اذا ما عاد قالو حتى شي حاجه ما اذا يمشي في الحرام ويمشي في الامور عندها لا مدة عجيبه في راسو شحال ما طال زمان عجيبه في راسو وهذا الشخص هذا كنقول لكم ضرب 10 سنين الحبس وخرج اللي يقول لكم بالصلاه الهضره ما كيهضرش وياخر عاوتاني او اللي خرج من الحبس عاوتاني ما بقاش ذكيبن تعرفين هو عاوتاني ما بقاش ذكيبن هذاك مول الحليب عاوتاني رجع التاكسيست هذيك مره خوا عاوتاني ما بقاش ذكيه وطنجه يا شي الامور كيف حملنا علاش فين كان طراك مع راسو كيبيع الحليب عنده العزيم كيفرق الحليب دخا مع راسو دخا راسو النعناع والمشاكل وهاد يقول كيبيع الحوت عبر الخدامه في براسه يبيع الحوت عاوتاني انا راه شي الامور كيف حملنا وهادي يا خوتي وعاد كم ادعو عباد الله بصح اقسم بالله كلشي زرع بسطي كلشي كيبلع كلشي معكرو مع 3 درهم رخاصين كلشي عامل بسطي دوك السوق تيديو باب كاسابارطا والسوق برا وهاديك كلشي بالع كلشي بالع علاش هما اللي كيأديو عباد الله حتى كتبع ياخو المدمن كي كيبقى خدام عليه مشي يدبر واجي عندو مشي يدبر واجي باش يعطيك البسطيات كتبع اللي خدام عليه هادي هو الأمور اللي كتبان دابا ياخو المصيبة واخا يكون خدام خدام مزيان عرفتو كيبلع مثلا 2000 درهم في الشهر ملي كيجبر بحال هكا يفرقها باش يعطي هذا 1000 درهم والحشيش 1000 درهم والباسيات 1000 درهم كيبقى 3 درهم هذا هو المصيبه كيبقى دائما بهدل دائما ما عندو شي دائما كدا هو لا حاجه صعبه تدخل في الميدان بحال هادشي هذا ما صلحش يا خوتي مره مره الامور ديال الادمان راهي ضايع ما كاين حتى شي عندك ما كتستافد شي كاع ما تستافد شي كيجمع الانسان مثلا الجسم السائل العقل السالف الجسم السالف مزيان مع راسك وانا خوتي عاوتاني بغيت نعمل واحد الامور بحق ماشي دابا هادي هادشي هذا نقول لكم واحد الامور انا عندي بزاف ديال الطرق من بعض الناس بعض الاشخاص اللي بغا يعني مدمن مدمن ما بغى يسالم بليا وسالم بالادمان عندي بعض النصائح ومن بعد نعمل شي حاجه اذا شي واخا عن طريق المباشره بعض الرقم ديال التليفون يبقى يتصل بيا بعض الاشخاص نعطيهم بعض المعلومات لا كتعندو الرغبه خصو يبيع من الادمان وجميع انواع ديال الادمان يا المخدرات الصلبه او غير الصلبه الكوكايين هيروي الباسطيات الحشيش طابق كارو اي حاجه الشرب لا بغات عندو الرغبه بغى يقلع يبيع هاد الشيء هذا انا نفتح واحد الخط وغنبقى نقدم بعض النصائح واللي بغى يتصل بيا يتصل بيا حتى الامور شي حاجه الا بغينا نعاود شي حاجه مباشره من بعد ان شاء الله وانا ندخل هذا الميدان هذا المشروع هذا ان شاء الله وملي غادي نبدا فيه غادي نعلمكم والامور ديالنا اليوم هي هذه يا خوتي ما نطولش عليكم خلوا شي حاجه المره اخرى ودائما دهن السير يسير ويفك الله.